الصبر يا رب يعني انت كابتن محمد في الكورتين مواجه للاعب بينك وبينه عده امطار في الكوره اللي فيها زحمه ولخمه حسبتها ضربه جزاء بضمير مطمئن بعد دقيقتين من احراز جون النادي الاهلي لم تطرد لاعبا للايداء المتعمد وكانك ندمت على اعطائه في الانذار وقلت يا ريتني ما استعجلت كنت اديته الانذار في دي كان بقى شكلي افضل بس ربنا اراد ان يظهر النوايا انك اديت انذار فما قدرتش تدي الانذار التاني اللي هو اضعف الايمان وانت تقدر تدي كارت احمر كلامي ليك يا كابتن محمد فاروق كلامي ليك مباشره انا اللي هكلم كابتن عصام عبد الفتاح لاني يئست والراجل يقس بس مش قادر يعترف يعني اما انك تبقى فاهم ان الاهلي مش محتاج للمباراه ده كلام انت كده بتطبق معايير عدم الفير بلاي خليك انت فير ضربتين جزاء غير محتسبتين ولا اوضح حط بقى الاربع ضربات جزاء بتوع طلع الجيش والمفارقه ان في الماتشين اتحسبوا ضربتين جزاء ها فيهم جدل وخصوصا ضربه الثلائيه اللي خبطت في ايده وايده جنب وسطه سرحت من جسمه على ايده بالظبط فهو تاكد منها لكن ما تاكدش بقى من من الاربع من ضربات جزاء التانيين ايه اللي مش عايزين نعيد المواقف يعني ايه اللي اضطرينا